أنا أم المرحوم محمد أمين الشيكي، نهار 28/2016 شهر 8 جا مسكين من العمل ديالو الله يرحمه، غسلت عشا، صون عليه التليفون قال لي ماما غادي نخرج نبرك مع صحابي شوية ونجي. شوية كنت فاجئ مع شي الوحدة ونص ولا مهم فاتت ال 12، جاو جوج دراري هادو اللي ضربوا معاه جاو دقوا علينا، دقوا علينا طلب به نيت لي طل من الشرجم، نيت الله تنايا قالك راه ضربنا مع امين، قطع لي انا سنسله وهذا قطع لي جوج. انا قلت لي امين ما تيضربش فين خليته دابا، قال لي راه خلينا مع فاطمه ومع جوج دراري. صونينا عليه في التليفون ما كيجاوبش، التليفون مطفي. الغد خرجنا تنقلبوا نسولوا ولاد الجيران عليه، هادي مالو ما كاينش والو، حس ديالو مسكين ما كاينش. اللي لقاني كيقول لي ودي رشنا مع فاطمه البارح مع 12 الليل، رشنا مع فاطمه مع 12 الليل وجوج دراري. كنت فاجئ مع الخمسه ديال العشيه، تعيطت لي البنت في التليفون قالت لي خالتي راهو امين مات، امين مات. صدمش مات ولا قتلوه؟ قالت لي في الاول قالت لي انا امين مات، امين ميت، لقاو مليوح في الجولف ميت. مني مشينا خرجنا مشيت انا للمستشفى ديال الاموات، لقيتهم ولدي مسكين واحد الحاله عريان حفيان مكرفسين ومكرفسين، وراه تصاور كيفاش دايرين. كاين اثار ديال الضرب والجرح؟ الطبيب تيقول لك لا ما عندوش الاثار، وراه شفتوا تصاور كي دايرين. اذا حنا درنا داك الشيء، عطوني حق ولدي. كيفاش الطبيب قال لك ما كاينش الاثار؟ قال لك مخنوق، مخنوق دار لي مخنوق، مخنوق بالقي حقا بغا يتقي. لا قال لي البوليس دابا فاش تعاود الملف قال لك هما السبب الوفاه ديال ولدك، بقاو مشادين معاه تقتلوا لا حوز هادو عرفوا شنو تقيه. كاين هاد الاثار ديال الضرب ايوا 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 سيدي، كنعتذروا لكم على باش الصوره نوريها لكم. لا يوريها اليوم باش يعطوني الراي العام، يتضامن معايا، يتضامن معايا في حق ولدي. راه حرام هاد الشيء، راه حشومه، راه عيب، راه عيب، راه عيب، راه عيب، راه عيب، راه حرام من جهه الله. جمعوا داك الشيء اللي بغاو كيديروه كيديروه، تابعين الملف ديالهم. البنت جمعت الاولاد كلشي اللي كان معاها، حالوهم المحكمه ديال الجنايات. الدراري اللي مضاربين شدوهم 4 شهور بين ما سكتنا وما دوينا، وقلنا حنا ما نتهموش حتى واحد. الدراري اللي مشدودين اللي قاتلي ليا ولدنا مشدودين، صافي المخزن راه هو غيدير خدمته. حتى كنتفاجئوا دوزوا 4 شهور حالهم المحكمه بن سليمان، خدوا شهر سورسي و10000 كفاله. والو ما كاين والو، ما داوناش فينا، ما سولوناش الامن، ما عطاوناش حقنا. شنو خلاك تقولي انت بانهم هما اللي داروا هذا؟ حيت شاهد فيهم العساس وشاهدين فيهم الدراري، الاقوال ديال الدراري والاقوال ديال البنت في المحاضر ديال الامن. هذا الشيء اللي كاين وكاك، وما تشدوش ما تشدوش، خرجوهم. شحال من عام باش وقعوا؟ 5 سنين دابا، راه من 2016 دابا راه قول جاي 7 سنين. وانا باش تامنت بان ولدي مقتول، قضية تحقيق استمع ليا والاقوال اللي قلت لي ما حطاش. قضية تحقيق؟ اه. هنا هنايا في الغرفة 5 سابقة، انا مشى تحول. علاش؟ بان رميز. ما تصنتوش الاقوال ديالك؟ لا تصنت الاقوال ديالي وعطيته هذا الشيء اللي قلت دابا، وما حطش هذا الشيء اللي قلت، حط داك الشيء اللي بغاه هو. وخود حطوا الكفالة هنا مليون وخرجوا سارح موقات. ما فكاش على حق ولدك؟ لا 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 لا، نقدر نموت ونمشي حداه باش نتسنى، حيت معذبه، معذبه بزاف 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 بزاف، الله اللي عالم عليا. تنبكي والشاب عنده 26 عام خرج مع شي عايم، قتلوه ولاحوه، كيفاش غادي تدوز لك الحياه؟ كيفاش غادي تعيش؟ كيفاش غتاكل؟ كيفاش غتنعس؟ هو اللي عندك؟ لا عندي جوج وليدات، هو الثالث، ولكن هو اللي معايا هنايا. هو اللي كان خدام في الكراجيه، هو اللي كان معاون، هو اللي خدام مع الدباه، قريب ليا بارك معايا. راه حرام هادشي من جهه الله، راه حرام، راه حرام هادشي من جهه الله، راه حرام، راه حرام، ما نبغيوش الظلم، راه حرموا الله، راه حشومه. دابا داز 50 بقى ما دابا جات داز 5 سنين صافي خرجوه، صافي حنايا
تنديروا الشكايات والو. الا سم الا الشكايات كنديروهم حتى والو، ما تيعطيونا لا حق لا والو. تيمشيو يعاودوا عند الدرك الملكي. الدرك الملكي قالت لك البنت سولوها قالت لهم هذوك هما اللي قاتلين. وما يت... شاف زوينه ما يمشي وسيم كيما مخلق مربي مربي بزاف. كان ماشي ولدي، كان خويا، كان خويا. كما قلتي قبيله ان هاد الناس كما قلتي انت عندهم نفوذ. عندهم 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 نفوذ. ويلي ويلي اش داروا؟ حشومه عليهم. راه روح هادي راه ماشي كلب، ماشي دبانه، ماشي راه روح، راه انسان. راه عندك ولادك، راه عندك صحتك. انا تندعيك الله ليلا ونهارا، تندعيك الله. الا كنتي تتاغي راه الله هو اللي فوق منك اللي غادي يحكم عليك. دابا لي تنطالب ولدي انا سخافت غادي نطيح، انا عندي السكر، انا مريضه، عصبوني هاد الناس ما عطاونيش حق ولدي. تنطالب باعاده البحث واعاده تشريح الجثه، ما تنطالب حتى شي حاجه. دابا علاش انا تنطالب باعاده البحث؟ ما نظلم حتى واحد. اللي باع ليهم الخمر مرتو خرجت بفيديو كتقول بانه هو اللي قاتل الامين الشيكي وعاطي القد والقد ومسميه كل شيء. زين احنا الشكايه حجبناها للسيد وكيل العام. وكيل العام امر الشرطه القضائيه ديال بن سليمان. اللي باع الخمر للدراري اللي سواه الولد كما قلت. لا اللي اللي باع لولدي حتى هو. حتى هو. حتى هو راه كان جالس مع البنت. هذوك جايين بوحدهم في المحضر ديال الام قال لك ها كيشموا الميكا دايره اللصقه. راه كل شيء في المحضر هذا الشيء. اللي باع لولدي وباع للدراري اللي كانوا مع ولدي. شنو السبب اللي خلاهم يديروا هذا الشيء؟ ما عرفتش ولدي. دابا المراه مني قالت لك هو راجلها هو اللي قاتل، مني درنا الشكايه عاد سمعوا لينا الامن بحال السيد وكيل العام الشرطه القضائيه ديال بن سليمان، سمعوا لي انا وسمعوا العساس. كنت فاجأت جاتني استدعاء باش نحضر المحكمه الابتدائيه ديال بن سليمان. مشيت ربعه الجلسات انا باركه، وسبعه الجلسات ما كاينش، سبعه الجلسات ما تيحضروش. في الرابعة نط انا عند القاضي، قلت لي سعادة القاضي هاد المتهمين راه قاتلين لي ولدي، ها الإشهاد ديال العساس، ها الأقوال المحاضر ديال الأمن، هاهم وحداك. قال لي سمحي لي الوالدة أنا ما حاطينش لي القتل، أنا حاطين لي عاد الضرب والجرح. قلت لي الضرب والجرح اللي أدى للوفاة. القاضي مسكين هذاك القاضي انسحب ما شدش الملف، جا واحد أخر ثاني أدلى بالشهود والبنت انسحب. دابا راه واحد أخر اللي شادو. احنا ولكن تنشكر السيد وكيل الملك ديال بن سليمان والنواب ديالو الجداد اللي جاو والقودات والسيد رئيس المحكمه كيعطوا الحق، حقك تاخذو، ما فيهمش الظلم، كيعطونا الحق ديالنا. انا عندي امال وامل في الله بان غيعطوني حق ولدي، غيشدوا داك الملف اللي عندهم يحيلوه للدرك الملكي، يحيلوه للدرك الملكي. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يكثر خيركم. يا ربي امين. لا يخطيكم، لا يخطيكم. الله يحفظك يا سيدي، الله يكثر خيركم.